13 شهر 14 شهر وصال درهاج مديرية الإقليمية في قيمن صالح. ننظم سنويا حفل التفوق لفائدة المتفوقات والمتفوقين من الحاصلين على شهادة البكالوريا. هذه السنة أيضا كعادة الأكاديمية وبحضور سيد والي الجهة وسيد عامل الإقليم ديال الفكر المصالح وأيضا مجموعة من مسؤولي الجهويين حضروا حفل التمييز الذي يأتي تتويجا لمسار دراسي للتلاميذ يبلغ على الأقل 12 سنة. نشعر به فيه كأكاديمية باعتزاز كبير لما حققه تلاميذ هذه الجهة بحصولهم على معدلات متميزة، أعلى معدل وطني في مسلك العلوم الإنسانية، أعلى معدل وطني في مسلك العلوم الفيزيائية. هي مناسبة أيضا لتحفيز التلاميذ الآخرين وأيضا لإعادة بناء الذات، يعني لأن النتائج في الحقيقة ليست غاية فقط ولكنها أيضا تعطينا صورة على الوضع التربوي داخل الجهة. لذلك يتم استثمار هذه النتائج من أجل تطوير الفعل التربوي وأيضا من أجل يعني تحسين هذه النتائج حتى نكون في يعني عند انتظارات والتزامات خارطة الطريق التي نحن اليوم بصدد تنزيلها.